ما هي الأشياء التي يمكن توريثها للأبناء؟ أنت الإرث البيت. الإرث البيت. أي الإرث البيت، العقار البيت، صح، العقارات. ولكن ليس أفضل احتمال، خلينا نشوف إذا عرف عبد العزيز. ما هي الأشياء التي يمكن توريثها للأبناء؟ الأبناء عندكم السيارات. السيارات؟ خلينا نشوف. السيارات ما موجودة طبعاً. هي ممكن السيارات بس يعني ماكو شيء توريث للسيارة. العقارات أقوى وأكو أشياء إذن أهم. إذن تفضل أخ عبد العزيز ويلا ست نورة، وخلي نروح ويا عائلة العبودي. والعبودي الأخت مها، شو تقول أخت مها؟ ما هي الأشياء التي يمكن توريثها للأبناء؟ هي هواية بس نظمن هنا التشابه، يعني التشابه بالشكل أو خلي نشوف شنو التشابه. تشابه صفات وراثية الشكل. يعني صفات وراثية، تشابه الشكل، الشكل صفات وراثية، الجينات. صح، الشكل يورث عبر الجينات. وخلي نشوف سجا، مرحبا. مرحبا. شنو الأشياء اللي يمكن أن يورثوها للأبناء؟ الأمراض. 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 ما أدري، خلينا نشوف. الأمراض. صح. نعم، لذلك دائما ينصح إذ ما يتزوج امرأة ورجل يروحون يسوون فحص، لأنه إن ارتبطوا وبيهم أمراض لربما سيورثوها لأبنائهم وهذا حرام. إذن نجي على الأخ خضير، انطيني أيضا شيء آخر. ما هي الأشياء التي يمكن توريثها للأبناء؟ الأطباع أستاذ. الطباع. نعم. الطباع، العادات، الطباع موجودة. نعم نعم نعم. باقي 3 احتمالات. ما شاء الله اليوم عندنا عائلتين قوية. والأخت نورة، شو تقول الأخت نورة؟ ما هي الأشياء التي يمكن توريثها للأبناء؟ العادات والتقاليد. العادات والتقاليد. العادات والتقاليد، يعني تقاليد العائلة وال... لا تسأليني. عادات وتقاليد، أنا أنقلها. العادات والتقاليد موجودة؟ خطأ أول. انتبهوا، عندكم باقي 3 احتمالات. ست مها، المال. ها؟ المال بعدها، يعني الأولاد يتوارثون الأموال. الأموال، خلينا نشوف. المال يورثوهم المال. نعم،